اكيد مكملين حوارنا مع نجم الاسكواش المصري مصطفى عسل، تاني التصنيف العالمي صاحب ال 21 عام. مصطفى، يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على قضيه قرناها كتير جدا، وانت الحقيقه يمكن الوالد رد واتكلم في اكتر من مكان، وهي قضيه التجنيس. طبعا انت لاعب، اكيد دول كتيره عايزه تضمك تلعب تحت علمها، لان انت راجل دلوقتي 21 سنه، وده نادر لما تلاقي حد 21 سنه وتلاقيه طلع في الثاني او ان شاء الله هيبقى الاول على نهايه الموسم. ردك ايه عن الموضوع؟ ردك عن كل الكلام اللي اتقال ايه يا مصطفى؟ طبعا يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان دلوقتي يمكن انا كل جيلي اللي معايا او الجيل اللي فوقيه او الجيل اللي تحتيه، احنا بنتكلم ان في مش اقل من 30 40 واحد سافروا خدوا منح دراسيه وسكولرشيب في امريكا هناك، وشبه يعني خلاص ابتدوا يفكروا ان ايه، خلاص السكواش خلاص يعني احنا خدنا الجامعه واستفدنا بالجامعه وجامعه، طبعا جامعات كبيره جدا، كبيره، هارفرد وجامعه ييل يونيفرستي، جامعات انا رحت شفت الجامعات دي، الحاجات دي كلها عظيمه جدا ان هو يروح، بس خلاص قال لك ايه سكواش يعني وصلني لحته ان انا ما كنتش احلم بيها في الدراسه وخلاص كده كده يعني زي الفل اكمل في كاريري بقى درسته. فيمكن حضرتك لو احنا مسيطرين على اللعبه، بس في حاجه خلف الكواليس خالص يعني يمكن الجماهير مش عارفاها، ان احنا الاجيال اللي موجوده كلها بتتكلم في عندك 32 35 30 29 21، فموضوع يخوف، موضوع في الاخر صحيح يعني عندنا دروب، عندنا جاب كبيره، ممكن حضرتك كمان النص 5 سنين ما تلاقيش صحيح الا 2 3 مصريين فعلا، اللي احنا كنا بنتكلم ان احنا مستحوذين ودي لعبه احنا محتكرينها، بالظبط والكلام دايما اللي بنسمعه اللي هو احنا ما فيش حد بيلعب غيرنا اللعبه دي، لا في، وامريكا طلعت بشكل كبير بانت جدا، اهي خلاص. انجلترا انجلترا ضموا محمد وابتدوا النهارده ديجو الياس بيلعب معاك فاينل بطوله هونج كونج، لا انا عايز يعني اقول لك على حاجه، انا شايل يعني كنت في البطوله دي كمان هونج كونج دي شايل حمل كبير جدا، علي ما بيلعبش، دور السيمي فاينل انا ما فيش الا المصري الوحيد اللي بيلعب في دور السيمي فاينل بس كده، ما فيش حد تاني برضو يعني، حضرتك ديجو الياس من بيرو، بول كول من نيوزيلندا، محمد من انجلترا، مفيش غيرك، مفيش خالص، لا وبرضه سنغافور حصل نفس نفس الكلام الكلام. وابتدينا دلوقتي فانت بتتكلم في قضيه اكبر، انت بتتكلم النهارده ان الـ يعني اسم مصر في الاسكواش، لا لازم نحافظ على كل لاعب ممكن يكمل معاه الفتره الجايه، عندنا دروب جامد. ده حضرتك اللعيبه دلوقتي كلها تركيزها، اغلب لعيبه تركيزها دلوقتي الناشئين ان هي اغلبهم يعني ان جامعه هي جامعه، اخش اروح جامعه هناك، اخويا بيدرس هناك، اخويا واللعيبه اللي كانت معايا دي، احنا كنا بنروح بطوله كده البريتش اوبن دي اللي هي انا اخويا ما لسه خلاص مسافر، اخويا لسه مسافر، مسافر هيسافر هو بابا ما شاء النهارده الله سافر ما شاء وخلاص الله، يعني في ربنا الطياره دلوقتي، يوفقهم. دايما تركيزهم خلاص ان انا عايز العب بسكوش لفتره معينه، يبصوا عليا في البطولات العالم الكبيره دي وخلاص انا عايز امشي، يعني مع ان اللعيبه اللي كانت معايا في جيلي دي احنا كنا بناخد اول 5 مراكز هي مصر، ما كانش انجلترا وامريكا المفتوحه وكل البطولات دي، كنت جيلك بيروح ياخد اول في 5 بطولات، دلوقتي يعني اول مثلا 5 مراكز. اللي مكمل في جيلي 1 2، الجيل اللي فوق 1 2، طب فين يا جماعه؟ فين الناس دي كلها؟ طب مفيش يعني انت، طب انت جامعه وما رحتش، اكيد اتعرض عليك او مش اتعرض، ممكن في يوم من الايام يتعرض عليك موضوع التجنيس. لا ده انا دكتور اشرف صبحي لما جينا كنت قاعد كنا قاعدين قال لك يعني جامعه هارفرد دي هبروزها جنبي، بروزها واتصور معاها جنبي، طبعا فالموضوع صعب يعني، كمان انا عايز اقول لحضرتك على الاغراءات الموضوع كتير طبعا طبعا، طبعا. والعروض كتير، عروض من خلينا نقول السكواش برضو يمكن عامله زي طبعا هي بتتفهم يعني، ده حته الدول وحته طبعا يعني ما نقدرش نيجي جنبها، بس هي الفكره كلها عامله زي ايه انديه كده، بس طبعا الصوره كبيره، الصورة الصوره كبيرة كبيره جدا وصعب يعني، الصورة بالنسبة للي بيلعبوا الاسكواش أقل من الناس متخيلة، صعب إن طبعا هو بيتعامل من الدول كأنها نادي، أنا يعني رحت من نادي النادي النادي بالظبط، بس طبعا في بس الاخر في طبعا الآخر صعبه جدا، صعبه يعني، جدا يعني أنت بتستبعد طبعا أكيد طبعا طبعا، يعني اللعب بأي جنسية تانية، خاصة أنت بتقول إن أنا حتى جامعة ما رحتش، انا جامعه ما من رحتش، باب أولى كنت أروح جامعة ولكن أنا حابب إن أنا وساعتها أفضل هنا. انا فاكر كان في بعد بطوله عالم ناشئين دكتور اشرف صبحي جمعنا كلنا، وساعتها قال لك انا هعلمكم هنا ولو سمحتوا افضلوا هنا، واغلب اللعيبه اللي كانوا موجوده معايا على نفس الترابيزه الكبيره دي كبيرة دي كله سافر، ما هي دي اللي هتؤدي الى يعني طبعا ادت بشكل كبير جدا ملحوظ
في الناشئين ان ابتدى يبقى فيه دروب كبير. صحيح. والكلام ده هيحصل مع طبعا لما يطلعوا بروفيشنال ويبقوا رجال. وكمان التركيز دلوقتي، يعني انا كنت بستغرب جدا مثلا لما كنت بروح امريكا كنت الاقي مثلا لعيبه برضو كلها بتاعت امريكا مثلا ايه احنا عايزين مثلا ايه نخلص نروح جامعه دي وخلاص ده حلمنا. اتفاجئ بقى دلوقتي ان المصريين بقت كده. عم كمل. خلي بالك انت عندك حتى منتخب امريكا بقى فيه اماندا صبحي مثلا في السيدات، طبعا دي من اصول مصريه طبعا. يعني، وكمان انت بتروح بتنقل لهم خبراتك ومستوياتك كلها في امريكا، في النهارده امريكا دلوقتي منتخب قوي. ده حضرتك دلوقتي شوف كم مدرب محترف هناك في امريكا مصريين. مصريين كتير كتير جدا كتير كتير يعني ما يتعدوش يعني، ده هناك مدربين كلهم ان شاء الله مش هننزل من على عرش شاء هذه الله. اللعبه.